اليوم عندنا لعبة كلش جميلة وحديثة سنة 2022. طبعاً اللعبة هذه مناسبة للأعمار فوق 3 سنوات، بس أنت أيضاً ممكن تلعبها مع أطفالك مهما كان عمرهم، فشي جداً جميل وأنا أنصح بهاي الشغلة. اللعبة هي اسمها من يصل إلى الجزرة فوق الجبل، أكو جزرة، لازم هذا السباق يصير بين الأرانب، أرانب منو اللي يوصل للجزرة، مثل الحية ودرجة، إذا تعرفون كان أكو حية وفي درج، اللعبة القديمة، لكن هاي مطورة شوية. طبعا ممكن يلعبها شخصين أو 4 أشخاص، كل واحد يأخذ 4 أرانب، أكو أرانب بالداخل وألوان. تعالوا نشوفكم اللعبة شلون تلعب. طبعا مثل ما تشوفون هاي لعبة منو يصل إلى الجزرة، يعني الجزرة هي فوق الجبل، وإحنا عندنا سباق الأرانب. تعالوا نفتحها ونشوفكم شلون تلعب. راح نلعب أنا وجهاد. اللعبة مناسبة لعمر فوق 3 سنوات. هذا شنو؟ حلو. هاي بيها لصقات، هاي بيها لصقة تلصق في الأسفل على مود شنو لا تتحرك، يعني احنا ما نحتاجها هسه حاليا. اهم شيء احنا عندنا وين وجه اللعبة. هاي وجه اللعبة، على وجه اللعبة. هاي هي البداية، هاي هي البداية. هاي شو هذا؟ هذا هنا أنا. في واحد جنب جاي. وهذا هنا أنا. لا لا، بعد في الداخل. وهذه هي الأرنانب. وهذا يجي هنا. في واحد ساقط له، هذا هذول هنا، هذول سقطوا من الكرتونة، جيبهم. هذا هنا، هذا هنا، خلاص. لا خلاص، هذا زيادة. يلا. لا لا لا، هذه لا، هي تكون مفتوحة، هي تكون مفتوحة، هي تكون مفتوحة. خلينا نشوف كيف تلعب اللعبة. أنا ما أعرف يعني صراحة. أول شيء يقول لك وين الكارت؟ الواحد يختار الأرنب. أوه هاي الكروت. طلع لي الكروت. أنا بكيفي أقرر أقول هاي مال الزحلق. طلعهم. طلع الكروت. طلع الكروت. مو عبالكم جاي للعب، ترى هاي اللعبة للبيع. أنا قبل فترة نشرت واحدة لعبة ما حد اشتراها، مليون مدري مليونين واحد شايفين الفيديو ما حد اشتراها، عبالهم عبالهم ياسر بابا يلعب ويصور. أريد أبيع اللعبة أنا، هاي ميت على اللعب. صدق يلا العب وبيع. إي هم ألعب هم أبيع، بعد هم نستمتع بهذا. ايه هذول الكروت راح نلعب بيهم. اي هو هاي المشكلة، اذا قال لك دور تفرها ومن اللي يوقع يخسر. نجمع الكروت بهالطريقة هذه. يعطيك مثلا تروح بنقطة واحدة. اي قفزة ولا وقفزتين. هاي الكروت. يقول لك هو اذا مين بيوصل. من اللي يوصل للش اسمه الجزرة هو الفائز. الجزرة يعني هاي القمة. خلصوا بعدك وحدة ها؟ ايش كمان مكتوب؟ ايش كل واحد يختار 4 أرانب. 4 أرانب؟ يعني ممكن يلعبون بها 4 أشخاص. هاي لك 4 أصفر، وأنا لي 4 أزرق. يعني ممكن يلعبون، هم كاتبين عليها ممكن يلعبون من 2 إلى 4 أشخاص بنفس الوقت. أول شيء هاي الكروت نخربطها، وبعدين نخلي الكروت هنا. هنا خوش مكان؟ واضح؟ هسه تسحب انت كارت. ايش مكتوب بي؟ بالله قفزتين. 1 2 هنا. انا 1 2 انا هسه اسحب كارت قفزتين. زين هسه هو قفزتين وانا قفزتين، كيف اصير فوقه؟ ما ممكن يعني. كمان مكتوب
لا ما ممكن يعني أنا ما ممكن ألعب كمل. وشون أصير فوقك؟ قفزة واحدة أقفز وخلصني أقفز. أنا حس أشوف أوه ماي جاد هالشي يقول لك، يقول لك فر الجزرة خلنا فرها ما صار شيء رحت ما تسقط إيه لا شعب عليك اثنين على مالتي على اثنين قفزة واحدة قفزتين شنو هاني ما تقول لي ما يصير همين ما ممكن ألعب لعبتين لا ما ممكن دورها بس امسك هذا امسك هذا وفر هذا ما سقط عندك خوش حظ أوه هم دورها ما سقط أحد قفزتين انت راح يوصل ها تذكرت أنا ممكن ألعب بالثاني من طلع لي رقم واحد هنا أنا ممكن أخلي يلا مشكلة واحد أريد أحرك هذا وأريد أجيب واحد جديد أخلي يعني أنت أربعة عندك لا متوصلهم يلا إلك هسه أكيد على حسب إيش مدري طلعت لعبة من راسي صدق شديد مال واحد راح يوصل عندك واحد للجزرة واحد لعبت واحد هذا ينتظر حتى يصعد هو ينتظر واني شنو يلا أنا حاجة جنب انتظر ألعب خطوة واحدة هسه أنا فر الجزرة عندك خوش حظ ما شاء الله عليك خطوتين اقفز اثنين ها شنو شنو كذا اي صحيح عبالي قفز سطر كامل قفزة واحدة شوف بطيء يعني شنو الموضوع انا قد بوصل للوبان هذا اي بس انا يعني عندي اثنين انت عندك بس واحد بعد عندك كم واحد ينتظر على عندك ثلاثة ينتظرون واحد اخلي لي واحد جديد صعد لا اوكي في يعني العب اللي يعجبني حتى شنو حتى من يطلع لك واحد ما تقدر تلعب انا ساد الباب عليك اي مو انا خطط انت مو فرحت وصلت هنا لا في تخطيط وتكتيك للمعركة خطوتين على هذا وايد ثلاثة باوع هناش مرسوم يمشي هنا مرسوم سريع شوف الصورة ما تسريع يعني يمشي ثلاث خطوات واحد اثنين لا هاي قفزة روح لا وين انا وقف هنا معناته تقفز هذا جسر هذا هيك بهالطريقة هذا يطفر فانت وين كنت ها كنت هنا واحد اثنين ثلاثة هنا لا هنا ثلاثة اي هسه ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وصلت لك شفت طالع ثلاثة واحد فقط لكن وصلت فر الجزرة يلا فرها اي ما واقف لا شوف واقف لا راح كان فر الجزرة سد الباب ماكو شيء ثلاث خطوات واحد اثنين ثلاثة هسه بما انه خلصنا دني نرجع نعيدهن مرة ثانية والله انا طلع القوانين من قلبي ما افتهم انجليزي يعني انت بعدين اقرا القوانين وشرحيهم يلا عندي خلاص احنا لعبناها بطريقة جميلة عوف الصيد الله يوصل اهم شيء المتعة اي اهم شيء احنا مستمتعين خطوة قريبا توصل انت بس عندي احساس انت راح تسقط خطوة اللعبة هذه البيع ترى مو تخاف هاي سطاب للبث عبارة بس نستمتع جزر اي راح بابا ها على البطيء هاي الحركة طلع ليها شوف شوف على البطيء ما سقط اتوقعش هذا يسقط انا مرتي نسيت احني مرتي على ولدي خطوتين انا خلاص انا باخذ الاختيار ما حد يفهمني اي هسه بدا التكتيك خطوة واحدة خطوة من يقول ياسر يفوز من يقول ياسر يخسر انا اعتقد راح اخسر بس انا شنو عندي حيله بعدين بنهايه اللعبه العبها هو راح توصل للجزره صحيح باقي ثلاث خطوات خطوتين ثلاثه حلو ثلاثه يعني هذا قبل واحد اثنين ثلاثه وصلت لك ثلاث خطوات روح واحد اثنين ثلاثه بعد لك وحده على منتصف الجزره فر اللوله اوه ما حد وقع الحمد لله ماشي سلامات فر الجزره سقطي اصير واحد انتهى ثلاث خطوات على كم تقدم واحد اثنين لا واحد اثنين ثلاثة شوف هذا الجسر هسه يقفز راسين هنا يصير مين هم راسمين اذا صار على الجسر يقفز شوفي اذا صار على الجسر هذا الجسر هو عبره خلاص تنفست اثنين خطوتين هل لازم تكون خطوة لازم خطوة تصير اكيد غير خطوة حتى تصير على الجزرة عندك خطوتين ما تقدر تلعب يعني لو يعني ما تقدر تلعب خطوة واحدة قوانين خليها بكيف يعني خلي قوانين أحد اللي يعجبني قوانين ياسر بابا لعب الجزرة ثلاثة خطوتين قوانين. الله شوف 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 فر الجزرة عندي إحساس راح يموت هذا ما صار شيء والله الأطفال يستمتعون بها أيوه لعبة جميلة شوف ما شلون حلوة اثنين خطوتين واحد اثنين العب بتفوز من هو قريب اثنين ما تقدر ها ها تقدر تقدر خطوة واحدة وراح ياسر للجزر آسف 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 عبد الله بالله يطعن بالدار يلا فر الجزرة راحوا اثنين من عندي هذا اللي وقع شنو لازم يعيد من جديد عرفت شلون يعيد من الصفر يعني خلاص انا عرفت سقط عليك باقي لك الارانب لا ممكن هذا يجي يعيد من جديد يصعد اللي سقط لا باقي معك اثنين خلاص ما عليك الارانب لا ممكن تعيد من البداية اللي يسقط يعيد شنو هذا؟ عبوني قوانيني اللي يخسر شوفي
هو شنو هذه؟ شايفه لعبه الحياه ودرج؟ شايفتها؟ يصعد 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 واحد يخسر، فاليخسر يعيد من الصفر من هنا. هي اصلا اذا ما يوصل اربعه ما يربح واحد، عرفت شلون؟ ما عنده لا مو واحد يوصل مو ارنب واحد الا توصل اربعه يلا تربح عرفت تقلب مستمره بس انت هذه الشغله فهمي انا ملك القوانين عفوا يلا الحين استمر خلينا نستمتعين تدخل تردين لعبه خمس بسرعه خلينا نستمتعين خلينا نستباوع خطوتين اقفز تتغش شوف سرعه تمشي لا هذا نصر نصر مالتي خطوتين واحد اثنين دوبه وصل هنا وراح دوبه وصل واحد هذا الثاني ميت رايح خلاص هذا اول هسه انت فايز بواحد بعد عندك ثلاثه لازم توصلهم اي حبيبي اي لا عبالك لا ضحك هو هذا الحقيقه خطوه كنت اطلع لي خمس خطوات فر الجزره مات اجي اجي على البطيء على البطيء راح يموت ما مات احد صراحه خطوتين الله 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 خطوه واحده يظل الصبح على ما تخلص انت سريع الفيديو على الناس تمل خليكم مستمتعين عادي حلوه لعبه حلوه صراحه كلش حلوه خليكم مستمتعين واحده صح 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 خلينا نسرع احنا نسرع اللعبه مو زعلان خطوتين واحد اثنين لا كم وينها؟ لا ثلاثه العفو لما العب ولا العب هذا لا لا خلي العب النقره لا 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 خلينا واحد وهذا مشكلة أنا بحط لحركة ولا أقدر ما يقدر تلعب ثلاثة لا عندك 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 واحد اثنين ثلاثة ها أنت أصفر أنت أصفر نسيت والله نسيت يعني سرع الفيديو سرع الفيديو ثلاثة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فر الجزرة فر الجزرة واحد أصلاً في الحفرة أنت يعني سكيب هذه الحفرة خليها وتروح ممكن بعدها آه يعني واحد اثنين ثلاثة آه هيجي القانون شو خلي القوانين كيفك على الأرنب مش الحفرة إذا كانت حفرة ما على الأرنب ها إذا في أرنب ينحسب خطوة يعني إذا عندك ثلاثة ينحسب واحد اثنين ثلاثة ممكن أوكي يقفز ها يقفز الأرنب اوكي يلا العب العب شنو ما العب شنو شنو انت سحبت هذا وطلع لك طلع لك جزر لا حبيبي سحبت هذا طلع لك جزر ارجع الفيديو واطلع اشوفك طير طلع ريد نزلنا بالحفره من سقط ايش سقط من اليد وين الحفره لا الحفره سدت اي فر الجزر ولا واحد سقط خلاص ايوه خلاص ما خلاص ريتك ما تدري وش اللي مات هذا ايوه مات عليك لا اثنين ماتوا عندي لا اثنين ميتين عندي يا بطلع القانون الهامد يقول كاتبين لك هنا اذا سقط اذا مات ما يعيش مره ثانيه يا يحيى العدل يا معود ها من يخلص الارانب كلنا نشوف من الاكثر واحد ويفوز صحيح خطوه واحده اي على الصبح ما تخلص عاجل الفطور وانا بعدني خطوتين فر الجزره ايه ايه ولا كتلت واحد علي يلا هذا كل ما يوقع هيك يخوفني خلاص عقب قوانين مفاجآت ما ريت هي احلى بس كذا ايوه لا لا مو بهذا المدير مو بهذا المدير مو بهذا المدير لا المدير ثاني يغضب مو بهذا المدير وحده اي 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 ولا واحد مات خطوه وحده اي قال لي هو هذا ارنب آه خلاص بعد انا فائز لا انا فائز انا غالب عفوا القانون لا خرب اللعب وعيد من جديد انا ما احب هاي شنو ياسر ما بيخسر على البث المباشر ها اول واحد القوانين يابا صار عندنا تعديل الهامد يقول اللي يوقع بالحفره معناته مات راح واول واحد يوصل هنا معناته فوز يعني انا اذا وصلت هنا معناته هي وصل للجزء لا بس ياسر حلم على كيفك لا لا يا سحبه برا برا ما شاء الله ما شاء الله عليك خطوتين بس انا وصلت تقريبا وصلت ولا واحد مات من جماعتك خطوتين واحد اثنين واحد انا يالو اصلا لا انت لا يا عم دخلت انت راجع خطوه مالتك ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اوه صرت جنبك وصلت كان اطفال واحد يخسر وقاعد يقع يعصب بس انت مو خسرت عبرت اربعه انت ثلاثه ليش صرت اربعه لا لا امزح امزح اي سقط شوف 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 على البطيء هاي اللقطه لازم تطلع عليها على البطيء هو بيسقط هو بيسقط شوف هاي اللقطه على البطيء راح يسقط هاي سقط شوف 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 ما سقط ما سقط ولا واحد يلا عادي فرحة لقى عندي بس واحد سقطوا عندي ثلاثة ماتوا ماتوا عندي ثلاثة أجيب أحمر مكانه أسرع أجيب أحمر مكانه خليك إذا وصلت لازم تفر وتشوف هو إذا وقع برا يعيد من الأول ها لا هذا قانون مو حلو صراحة لا لا عوف لا ترجم لي ما أريد تقول الهامة ده وقف هنا تفر الجزرة يعني لو ها وقف هنا هنا فوق الجزر هنا هذا وكيف حركة الجسر من هنا؟ ما في لا 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 كلامك بعيد عن الصحة ماشي يسمونه أنا عندي بس واحد إذا سقط بالنقرة خلاص خلصت اللعبة خسرت دفر فر خربانة خربانة فر خطوة واحدة خطوتين 1 2 لا لا هاي مو هيك لازم ضاق ضاق عليه يا بي خسرت خسرت خلاص
أنا أشجع على هاي الألعاب صراحة، يعني ممكن الأب يلعب مع أطفاله فالشيء كل الجميل، يعني لازم العلاقة العائلية تصير شوية يعني مرتبطة، فهذا شيء جميل تلعب مع أطفالك. أنا دائما ألعب مع أطفالي صراحة كل أنواع الألعاب. هذول جثث مال ياسر بابا. ما حلو حاجة اللعب الجماعي. أي أي والله حلوة جميلة صراحة. بس طبعا هي بيها واي قوانين، بس انا ضربت كل القوانين لعبت بكيفي. قانون ياسر بابا طبعا. اي وقوانين وخسرت، يعني انا مسوي القوانين وخسرت. ممكن يلعبون بها اربع اشخاص، هم كاتبين ممكن يلعبون اربع اشخاص. اللعبه جدا جميله. يلا نسيت اقول لكم اليوم عندنا مسابقه على اليوتيوب، اي واحد يكتب تم يدخل على المسابقة. بس اكو شغلة ببالي ترى نسيت اقول لكم، انت مو تكتب تم وما مسوي تسجيل بالقناة ما مشارك بالقناة، لا انا ما مسوي قناة ما اعطيك الهدية، بس اللي مسوي تم كاتب تم ومشارك بالقناة نعطيه هاي الهدية. شو يسموها بالانجليزي؟ سبسكرايبس. سبسكرايب سبسكرايبس. يضحك علي ابو حسين. يلا يا الله خلصت اللعبة. المسابقة على اليوتيوب حصرا، على اليوتيوب حصرا المسابقة. خلصت اللعبة. نشكر أخونا من اليمن، شكرا يا اليمن، نعم اليمن ومبروك الفوز، وإن شاء الله نشوفكم بمسابقات أخرى. إن شاء الله مع السلامة. شوف يا جهاد مرة ثانية خلينا أفوز. ما كلمتناش من قبل. لا المفروض أنت تعرف، يعني مو أدغ بيك برجلك أسوي لك هيك برجلك برجلك غير. المشكلة كله حظك. لا يعني مثلا يعني لازم تخسر حتى يقولون اوه فاز ياسر، اي بالعراق يتابعني والعالم يقول لك ياسر خسر. معبود مره ثانيه. مره ثانيه من نلعب، من اسوي لك هيك برجلك معناته اخسر، عرفت شو؟ خليني اعبر خليني الشيء. كل ما اشوف نفسي فاز. ها جاي صورين يا ترى جاي امزح مزاح 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 متفق معاه. ذكي لا بضحك. شوف اللي يتابعنا يستمتع ويلعب ويتاجر، كل شيء عندنا حلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع السلامة. نعم لليمن.